ما شاء الله تبارك الله، هذا إنتاج اليوم 13 رمضان، دفعة من إنتاج صوص الفيومي. طبعا كل 3 أيام فيه دفعة جديدة. هذه الآن مبدرة، بكرة بإذن الله البيض كله يكون طالع بالكامل. هذا هو مكسر البيض، طبعا يرش بالماء والخل، وبعدها نسحبه يجلس بالفقاسة 24 ساعة الصوص، ونسحبه ونوديه للحظائر ونصوره لكم إن شاء الله أول بأول. وهنا دفعة من صوص الدجاج التركي الفواتح والأسود. نزل 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 ما شاء الله أكبر. شوي وراء بعد ما سحبنا الصيصان هذه نزلنا الصيصان الفيومي تحت. الآن رش البيض بالماء والخل، رش البيض بالماء والخل ممتاز وزيادة حرص. وإذا في صوص يعني ما قدر يكسر، حنا بإذن الله راح بكرة نكشف على البيض أي صوص مختنق راح نطلع، فالماء والخل يخفف القشرة وممتاز.